مع هاد الشخصيات العلمانية اللي عندنا في المغرب للأسف الشديد. جا واحد الخبر، مهم أنا ما عارفش بأنه واش صحيح أم لا. المهم هدرت عليه أخبار معروفة، يعني قناة معروفة، إن شاء الله ناخذها كمصدر من قناة معروفة إن شاء الله. بعد مضي أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب جبال الأطلس بالمغرب وتسبب في مقتل الآلاف، كانت من بين الفيديوهات والصور المنتشرة للدمار والمأساة تلك التي وصفت بالاستغلال للأطفال المنكوبين والناجين اليتامى من قبل بعض من يسمون بالمؤثرين على مواقع التواصل. بعض الفيديوهات التي تم تصويرها ونشرها من قبل شباب مغاربة وأثارت جدلاً واستنكاراً لاحتوائها على مشاهد عدها الكثيرون استغلالاً لمعاناة سكان المناطق المنكوبة. البنيتات هادو فن، الله يحفظك لماماك، وريني كيفاش كنتي كتمشطي مع معاك، هادي كتمشط حدا الواد، حدا الواد. وذلك لتصويرها مثلا كما في هذا الفيديو فتيات قاصرات في المناطق المدمرة والمنكوبة. من قاموا بتصوير الفيديو علقوا على جمال البنات وعرضوا عليهن أخذهن معهم لزيارة بعض المدن المغربية الكبرى، وأحيانا قبلوهن وعانقوهن. إذا كان هذا بالنسبة لهم تصرف عفوي وغير مقصود وتعبير عن التضامن، فبالنسبة لآخرين في مواقع التواصل وجدوا هذه التصرفات غير لائقة. للأسف الإعلام العربي والإعلام المغربي يلتجئ إلى أناس لا علاقة لهم بالإسلام، بل هم أعداء للإسلام، علمانيين قح مثل نبيلة منيب. فهي تحدثت في هذه المسألة، فيما أننا نعرف أن نبيلة منيب هي التي كانت تدافع عن العلاقات الرضائية. نستمع إليها ونعود إلى الأخ أنس. كما دعت أيضا الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب السلطات المغربية إلى فتح تحقيق في قضية التحرش. هذا لا يكفي، خاص الدولة تكفل على مستوى كل هالدواوير اللي هي اليوم تصابت بالزلزال، باش تاخذ بيد هاد الاطفال والطفلات وانه يمشوا للملاجئ ويمشوا للمدارس ديالهم تاخذهم، لان الدوله هي اللي مكلفه بهم. راه هادشي اللي كاين في جميع الدول اللي كتحترم راسها، ما نخليهمش عرضه، لانه راه كتعرفوا مراكش، راه كاين اللي غيبغي يجمع البنيات يمشي يديهم لدور الدعاره ويبغى فين غادي يوصلوا، حتى واحد ما غيسول فيهم. الام ماتت، الاب مات، كلشي مات. اذا شكون الام والاب ديالهم اليوم؟ هي الدوله، هي الدوله، وخاصها تحمل مسؤوليتها في هذا المجال. قلت لابد ان نوضح مساله مهمه، هذه العلاقه موزله حتى نسمي الاشياء بمسمياتها، دافع عن الزنا هكذا صراحه. نحن كمسلمين نسميها الزنا، ربنا خالقنا سماها الزنا، نافع انه كان فاحشه وساء سبيلا، فهي تدافع عن الزنا، فعليها ان تعلن وبوضوح انها تدافع عن ماذا؟ عن ما يحرمه رب العالمين، وان يعني تمتلك الشجاعه والجراه وان تخرج عند المغرب وتقول لهم نعم انا ادافع عن كذا، نعم دينكم او في الاسلام كذا ورب العالمين يقول كذا وانا اقول عكسه. تمتلك شجاعه؟ هل تمتلكها؟ نحن نريد منها ومن من هم على شكلتها ان يمتلكوا الشجاعه وان يصارحوا المغاربه. واعتقد بان سنحاول جاهدين اخي سعيد ان نجعل كل الذين يتخفون بهذه يعني باللعب بالكلام، بالتلاعب، بتغيير الالفاظ حتى لا تبدو الفاظ جارحه قويه مؤثره مزعجه للمغاربه، سنعمل ماذا؟ على ان نجعلهم نعم ان يحترموا ذكاء المغاربه ويحترموا ذكاءنا وان يصارحونا. نحن نطالبهم بان يكونوا الصرحاء، ان يمتلكوا الشجاعه، ان يقولوا الحقيقه كما بالنسبه لهم كما يرونها، لا ان يغيروا الاسماء والتوصيفات حتى يلقى طرحوا قبولا وسط المجتمع المغربي. يعني ان يقولوا نعم نحن ندافع عن الزنا، نحن ندافع عن ماذا؟ عن المنكرات، ما يسميه الاسلام ويسميه دين الاسلام ويسميه المسلمون بالزنا، نحن ندافع عنه. يعني من يقول الحقيقه هكذا بهذه الكلمه عوض علاقه رضائيه، محاوله تلطيف الاسماء، تجميل الاسماء، تجويدها حتى تلقى قبولا وحتى لا تكون مزعجه ومرفوضه و تثير نفور المسلمين. بالألفاظ وتغيير بشكل متعمد هو الذي يخضع البعض. إذن عليهم أن يقولوا هكذا بصراحة، نعم إننا ندعم الزنا، لكن نريد أن نسمعها، نريد منهم
أن يسمعوا المجتمع المغربي والشعب المغربي الحقيقة، الألفاظ كما هي. هناك تناقضات عند القوم، هؤلاء حقيقة ليس لهم نسق موحد، ليس، وحينما نقول موحد بمعنى أن هناك منسجم مع رؤيته داخل الرؤية المادية، من داخل خرافة التطور. هل الاغتصاب أمر خاطئ؟ اعتبار الاغتصاب أمر، الاغتصاب أمر خاطئ كما يقول الرائع كلينتون التطوري الباريس، كلينتون ريتشارد دوكينز، اعتباره خاطئ، هذا أمر اعتباطي. اعتبار الاغتصاب أنه أمر خاطئ هذا أمر اعتباطي، مثل أنك تستشكي لماذا الأصابع اليد تطورت بخمس أصابع وليس بست أصابع. هنا الإشكال، هؤلاء لا يفهمون لوازم ما يتبنونه، لا يفهمون من الألف إلى الياء في كل تفاصيل وتلاوين حياتهم. حينما تكون ملحدا ماديا أن ترى أن تنزع وتزيل نظارات الإيمان، أو التي بقى هناك نوع يلعقوا بزجاجات النظارات الطبية شيء من الدين، النظارات الإلحادية المادية يلعقوا بها شيء من الدين، وبالتالي هناك رؤية متأثرة بماذا؟ نريد ماذا؟ مسح كامل وتنظيف كامل هذه لزجاجات النظارات حتى تكون رؤية مادية صرفة. ما هو المانع المادي من الضعارة يا أستاذ منيب؟ ما هو المانع؟ هناك مانع؟ إن كان هناك مانع أثبته لنا سنحصلين على جائزة نوبل في الفيزياء. إذا لم يكن هناك مانع سنمسكك بغياب المانع، يعني نمسكك به وتلتزمين به في كل نقاشاتك. أما أن تتبنين صرحا ثم بعد ذلك تعترضي ثم تلبسي جلباب الدين أو جلباب متأثر بالدين ثم تنزعينه، هذا أمر لا نقبله لأنه رقص فوق الحبل متى تشحين وتحت الحبل متى تريدين. نقول لك نمسكك برؤيتك المادية من ألفها إلى يائها. نعم، نحن كمسلمين نرى بأن الدولة دورها هو حماية المجتمع، سواء كانوا أبناء صغار أرامل نساء، يعني يتامى رجال كهول، كل ماذا دور الدولة حمايته، يعني الأمن الجسدي، الأمن النفسي، الأمن العقدي، الأمن الروحي، كل أشكال وأنواع الأمن لابد من توفيرها للمواطنين، الأمن الغذائي، الأمن الطاقي. نحن مع ذلك لا، باعتبار ماذا عندنا مرجعية دينية، لكن نفهم أيضا حتى النصراني، نفهم الهندوسي عنده مرجعية دينية يتحكم إليها، لكن كلا ديني أنت لا مرجعية عندك، من أين تتسقيها؟ من أين تتسقي مرجعيتك بالمناسبة؟ من نسبويتك؟ من 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 آرائك؟ يعني مسألة رأي، لا يلزمك ولا يلزم الآخرين، تستمسك به أنت إن أردت، لكن لا يمكنك أن تشكي به على هتلر ومنهم على شكل هتلر. الحقيقة أخي سعيد، الإشكال أين يكمن؟ الإشكال يكمن بأن هؤلاء هم عبارة عن كوما من المتناقضات، كوما من المتناقضات، يعني يتبنون الشيء ونقيضه، يطعنون في الدين لكنهم يناقشون، يحللون، يستشكلون، يعترضون بنفس روح متدين، وهذا خاطئ، خلل منهجي رهيب. لابد من ماذا؟ من إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح المسار، وأن إعادة تعليمهم أو تذكيرهم إنجاز التعبير برؤيتهم، وأن يتمسكوا لا يتحرجوا منها، إن كانوا يتحرجوا يسرقوها. أرجو أن أكون واضحا في هذه النقطة أخي سعيد. الله يحفظك ويبارك فيك.